هذا حجي إنسان بسيط رزقه يومي وزع سبيل شرك. اليوم قرر ما يوكل عائلته، قرر يوكل المتظاهرين، قرر يوكل الشباب. اليوم قال خلي عائلتي ما تاكل، خلي الاخوان الشباب هم متظاهرين خليهم ياكلون. هاي حجي صح تحرير بنانه موقعه رزقه يومي، يعني يبيع صينيه يحصل له 5000 يروح يعيش عائلته، ما يبيع ما يعيش عائلته. اليوم قرر انه المتظاهرين ياكلون، خلي عائلته يقبلون.